41 حالة إصابة بمرض الكوليرا من أصل 88 حالة مشتبه فيها بكل من ولاية البليدة، العاصمة تيبازا والبويرة، والسبب عدم احترام المعايير الصحية. معهد باستور بين باللي هذه الحالات الإسهال هي حالات كوليرا، وعلى مستوى أربع ولايات: ولاية البويرة، ولاية تيبازا، ولاية البوليدة، وولاية الجزائر. إلى حد اليوم يعني سجلنا 88 حالة مشتبهة فيها، مشتبه يعني بداء الكوليرا، منها 41 حالة مؤكدة بأنها حالة كوليرا. وسجلنا حالة وفاة في ولاية البوليدة. يعني أهم أكثر الحالات يعني سجلت على مستوى ولاية البوليدة. حالات هذه 88 حالة مشتبهة و41 حالة مؤكدة يعني محصورة في عائلات، يعني ما يظن بأن انتشار هذا المرض انتقل بوجود ضعف ما يخص النظافة، خاصة نظافة الأيدي ونظافة المياه ونظافة يعني المحيط ونظافة الخضر والفواكه يتناولها كل يوم. وزارة الصحة لم تعلن حالة الطوارئ، مؤكدة أن مصالحها ستتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين. احنا حاليا كل الوسائل المجندة على مستوى يعني مستشفى بوفاريك ومستشفى القطار باش ياخذوا بعين الاعتبار كل المرضى اللي يتقدموا عندهم ويديروا لهم تحاليل ونشوفوا إذا كانوا يعني مصابين أم لا. ولكن وزارة الصحة أخذت كل التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة باش تكفل بجميع المرضى. هذا ويبقى احتواء الوباء والعناية بالمرضى أولوية السلطات المختصة، بداية من وزارة الصحة، فيما يستوجب على المواطنين احترام التدابير الوقائية المعمول بها.